السلام عليكم ورحمة الله. هل يشعل قصف الكرملين حربا عالمية ثالثة؟ هل كاد أن يشعل؟ هل لو تكرر سيشعل حرب عالمية ثالثة؟ في 7 نوفمبر 1983 تجمع نحو 100 من كبار ضباط الجيوش في مقر حلف الناتو، يعني ضباط الناتو في بروكسلز أو بروكسلز. تجمعوا ليش؟ تجمعوا حتى يخوضون الحرب العالمية الثالثة. حتى يخوضون الحرب العالمية الثالثة في 1983، وكان هذا تدريب، كان محاكاة أو مناورة أو اكسرسايز، واكسرسايز سنوي يعرف باسم ايبل آرشر اللي هو رامي السهام المقتدر. وفي ختام مناورة عسكرية واسعة النطاق نفذتها وحدات أو قطاعات حلف الناتو بالأسلحة التقليدية، وكان اسم المناورة بالأسلحة التقليدية ضفدع الخريف، وشارك فيها عشرات الآلاف من جنود الحلف من مختلف الدول التابعة للحلف، وكانت في ذلك الوقت معظمها من أوروبا الغربية بالإضافة إلى تركيا. أجري تدريب إيبل آرشر 83 في وقت كانت في عز الحرب الباردة، وقت صعد فيه التوتر والعلاقات بين دول حلف وأرسو من جهة وحلف الناتو، كانت بالسوء اللي طالما اتسمت به، بس كانت ذيك السنة في أشد حالات سوءها. ليش؟ لأن في وقت سابق من ذلك العام، في مطلع ذلك العام، أطلق الرئيس الأمريكي رونالد ريغان لقب إمبراطورية الشر على الاتحاد السوفيتي. وفي سبتمبر طيحت روسيا خلال إقلاع طائرة الإقلاع الفوري، واعترضت طائرة البوينغ الكورية المشهورة 747 وأسقطتها وقتلت جميع ركابها، وكانوا 270 حوالي 270 شخص. فكانت الحرب الباردة في أشدها. أيضا القوة على جانبي الستار الحديدي كانوا في مرحلة نشر الصواريخ النووية، طبعا مو للهجوم لكن للردع، كانت متوسطة المدى، منها صواريخ كروز اللي كانت موجودة في جرينهام كومون، قاعدة جرينهام كومون اير فورس بيس في جنوب بريطانيا، وكانت قادرة على ضرب أهدافها من إعطاء الأمر خلال 5 دقائق، أهدافها داخل الاتحاد السوفيتي أو داخل روسيا تحديدا أو داخل موسكو تحديدا. هذه الصورة تظهر أن العالم كان على شفا اندلاع حرب وحرب نووية، كان هذا في الحرب الباردة اللي انجلت وافتكينا من الخوف من حرب عالمية ثالثة نووية. وفقا للسيناريو اللي كان في مناورة إيبل آرشر، كان هناك سيناريو يتمثل في أن في الشرق الأوسط بيصير فوضى واضطرابات، طبعا وحنا في الشرق الأوسط في ذهن صانع القرار وفي ذهن العسكريين أن الشر كله يبتدي من الشرق الأوسط. على كل حال، في سيناريو إيبل آرشر أن في الشرق الأوسط بيصير شيء، والمنطقة يشتبك أهل المنطقة، طبعا ما في إلا العرب إسرائيل في ذلك الوقت، إيران كانت طاخة 83 أو مشتبكة مع العراق وغيرها، سوريا كانت آمنة، لبنان كان في الحرب الأهلية أيضا. على كل حال، إذا فرضيتهم فيها شيء من الصحة، لكن ليس الأسباب اللي ذكروها أن سيتوقف النفط عن الاتحاد السوفيتي، لأن الاتحاد السوفيتي ما يعتمد على نفط الخليج، وهذا كان في فرضيتهم اللي قريناها. لكن قلاقل في الشرق الأوسط يتزامن معها أن يوغوسلافيا قررت تدعم المعسكر الغربي. يوغوسلافيا، وإذا تذكرون جوزيف بروز تيتو، هذا اسمه، كان مع جمال عبد الناصر ونهرو من زعماء عدم الانحياز، هم اللي كانوا كونوا عدم الانحياز. العالم قطبين شرقي وغربي، روسيا وامريكا، الناتو ووارسو، ولازم تروح مع هذيلي او مع هذيلي. فقرروا الزعماء الثلاثه نهرو وناصر وتيتو انهم يسوون عدم الانحياز، فكانت محايده. لكن في السيناريو يقول لك لا، الشرق الاوسط بيقبع، بتشب بينهم الحرب، ويوغوسلافيا راح تنحاز للغرب. طبعا بحسب رؤية واضعي السيناريو المناورة، أن القادة السوفيت قالوا إذا يوغوسلافيا مو محايدة معناها راح تندفع دول أوروبا الشرقية
للسير في دربها، و وراح تحول ولائها من حلف وارسو الى حلف الناتو، وهذا يضع النظام الشيوعي كله في خطر. ما يدرون ان الايام بعد هذا الامر بعشر سنوات فقط حدث ما كانوا يخافون منه. على كل حال في السيناريو 83 قالوا اذا يوغوسلافيا راحت بيتبعها باقي المنتمين لحلف وارسو والكتله الشرقيه وبيصيرون في الغربيه. طبعا تبدا الحرب المتخيله في ذهن صانع القرار او صانع السيناريو ان الدبابات السوفيتيه حتى توقف هذا الامر راح تجتاز حدود يوغوسلافيا وتحتل يوغوسلافيا، وبعدين راح تحتل الدول الاسكندنافيه، وبعدين يوصل الجيش الاحمر الى اوروبا الغربيه. وهذا يؤدي الى انسحاب القوات الناتو من اوروبا لانهم مرتبكين وقلة عددهم ما توازي الجيش الأحمر. في الحرب الباردة كان أقوى جيش في أوروبا هو الجيش الأحمر. العقيدة القتالية معناها كيف تقاتل على الأرض. العقيدة القتالية السوفيتية، وهذه درسناها في كلية القيادة والأركان، كان منهج كيمبرلي وخذيناها 96، ومع ذلك كان العدو المفترض هو السوفيت. فتعلمنا أو درسنا كيف يقاتل السوفيت. فالسوفيت يقاتلون عقيدتهم القتالية تقوم على ما يلي: القوة، دفاعهم الرئيسي هو النووي، لكن الدفاع في التقليدي هو الجيش، ليس سلاح الطيران، ليس البحرية. فالجيش الأحمر راح يجتاح أوروبا. بعد أشهر قليلة شافوا الحلف الناتو والغرب أنه ماكو فايدة، فقرروا يستخدمون السلاح النووي. بعد هذا قامت طبعا في السيناريو اللي حطوه في التمرين ايبل ارشر، ان بشكل افتراضي طبعا قرروا اطلاق صاروخ نووي متوسط يمحو مدينة كييف عاصمة اوكرانيا من على الخريطة، وهذا كتحذير ان الناتو راح يصعد الحرب وعقبها بيطق موسكو. من سخريات القدر ان الهدف او مركز الثقل في الاتحاد السوفيتي القديم كان اوكرانيا، اللي الان تحارب روسيا وتحارب موسكو. فهذا من سخريات القدر يعني. وفي السيناريو انها تتفكك دول الاتحاد، الدول وارسو تنضم للناتو، وهذا حصل ايضا. فسخريات القدر كانت فرضيات وتحقق الكثير منها للاسف، لكن أن أوكرانيا في معسكر السوفيت في الحرب العالمية الثالثة هذا لم يحدث، وأصبح العكس تماما. ما يسمى أو النظرية اللي في رأسهم كانت أنها هذه الإشارة النووية، يعني يا سوفيت طقينا كييف مسحناها على الخريطة كإشارة أساس تساعدكم كقادة للسوفيت اللي أكثر حكمة من الخبول اللي طلعوا احتلوا من الخبول اللي احتلوا يوغوسلافيا، انتم اكثر حكمه، امسكوا غضبكم، تجنبوا حرب نوويه شامله. طبعا استمرت الحرب، وقلنا في يوم 7 نوفمبر سيناريو الحرب كما قرره ضباط الناتو في بروسلز وفي غرفه العمليات التمرين. في يوم 7، في يوم 11 قالوا لا خلاص انتهى الوضع من الأسلحة التقليدية، أطلقنا العنان لاستخدام ترسانتنا النووية ليدمر الجانب الأكبر من عالمنا ويلقى المليارات من البشر حتفهم وتزول الحضارة من على وجه الأرض. يعني ضربة نووية شاملة تمحو الاتحاد السوفيتي اللي هو كان نصف العالم، أي دولة تسانده يمسح، ف يزول العالم المتحضر الآن، وبزوال نصفه تقريبا إذا لم يزول جميعه جراء الضربة النووية. خلصوا الربع في وقت لاحق من اليوم نفسه. عاد القادة العسكريون لقوات الناتو إلى ديارهم، كل واحد طق جنته وطلعوا من مركز الحلف وخلصوا تمرينهم اللي دمروا فيه الاتحاد السوفيتي، مناورة على الأرض ورافقها من السيناريو قصف كييف ومسحوا فيها الأرض. فخلصوا الربع وانتهوا صفطوا أوراقهم وانتهى التمرين. اللي حصل اللي كاد يشعل حرب عالمية
أن الحكومات الغربية ما اكتشفت فيما بعد أن تدريب إيبل آرشر كاد أن يتسبب بشكل خطير في إشعال حرب نووية حقيقية. خلصوا تمرينهم ومشوا وما دروا أنهم بغوا يشعلون حرب نووية صحيحة رغم أنها كانت فرضيات تمرين. هذا الكلام طلعه باحث نشيط اسمه نات جونز. الباحث هذا يقول بناء على وثائق أن هناك أدلة على أعلى المراتب والمستويات في الجيش السوفيتي تفيد بأنهم كانوا يجدون صعوبة في التمييز بين ما هو تدريب وما هو حقيقي من الناتو، وتؤكد أن السوفيت كانوا مذعورين حقا من أن الغرب سيشن ضربة نووية. يعني كل تمرين ناتو كان يفزع السوفيت، تراهم جايين، ترى جايين، ترى جايين. وكما هو معروف عند العسكر أن التمارين ممكن أن تتحول من تمرين إلى حقيقي بكلمة سرية واحدة تعطى للقادة، يعني انفتاح على جيران تسوي مناورات. ليش يحتجون بعض الدول على المناورات قرب دولة أخرى؟ ليش تحتج أمريكا على مناورات صينية قرب حدود تايوان؟ ليش أمريكا تحتج على مناورات كوريا الشمالية قرب الحدود الجنوبية؟ لأنك مجهز وذخيرتك فل وتقرب من الحدود وترى ما أنت ربعك وجاهزين ذباح الربع. كل اللي تحتاجه هو كلمة سرية تعطى للقادة، مثلا ذيب إذا سمعتوا كلمة ذيب، إذا سمعتوا كلمة نصر، إذا سمعتوا كلمة فلان، إذا سمعتوا كلمة فلان. يتحول التدريب من تمرين إلى حقيقي. طبعا محتوى التمرين أنهم يهاجمون كوريا الجنوبية، محتوى التمرين أنهم أن الصين تغزو تايوان، لكن خلنا نمثل كأننا نغزو تايوان ومو حقيقي، ويا أمريكان ترى تمرين. لكن الأمريكان يدرون أنه يتحول إلى حقيقي بكلمة سرية، كلمة واحدة تحول التمرين. فهذا اللي كان مخوف السوفيت، بالإضافة إلى أنهم كانوا أصلا يقولون أن احنا ما راح نضرب أمريكا نووي، أمريكا هي اللي راح تضربنا نووي. هذا في فهم السوفيت أن احنا ما راح نبدأها، راح يكون ردة فعل، وردة فعلنا راح تدمرهم مثل ما دمروا اللي الله عانهم عليه في الضربة الأولى أنهم يدمرونه. فمبدأ الريتاليشن أو الردع. بعدين وثيقة أعدت في 1990 وما زالت الحرب، انتهت الحرب الباردة وسقط الاتحاد السوفيتي عقبها بسنة، وكان في مرحلة الترنح. الوثيقة اللي أعدت على يد المجلس الاستشاري للاستخبارات الخارجية للولايات المتحدة وهي تتبع الرئيس الأمريكي مباشرة، كان عنوانها هذه الوثيقة فزع السوفيت من الحرب. يعني تدل على أن السوفيت كانوا قلقين، كانوا خايفين، كانوا يرتجفون رعبا أكثر من حلف الناتو. تقول الوثيقة أن اللي خوف السوفيت أن الفرق بين إيبل آرشر واللي سبقه من التمارين السابقة، طبعا تمارين طوال 50 سنة، لكن إيبل آرشر 83 كان متميز غيرها، تضمن تدريبات على اتصالات مشفرة، فما كانوا السوفيت قادرين على اختراق الاتصالات مثل أول. اثنين، تمت فترة صمت لاسلكي، يعني صمت لاسلكي لمدة يوم، احتاروا السوفيت، هذيلي انهوا تمرينهم، هذيلي ماتوا، هذيلي وين راحوا، هونوا، لا خافهم قاعد يزحفون وجايين. ففترة الصمت اللاسلكي هي اللي ترهب العدو، لذلك تحدث بين الطيارين، تحدث بين المدرعات، بين المقاتلين، يتسللون وصمت لاسلكي، اقطع التواصل، اقطع اللاسلكي، اقطع الصوت. فهني فترات صمت لاسلكي كاملة لفترات طويلة تميز فيها آرشر 83، مثل ما قلنا اتصالات مشفرة، صمت لاسلكي، نشر قوات كبيرة على الأرض، 10,000، عشرات الآلاف كما قلنا. ثلاثة، إجراء اختبارات من بعض القواعد الجوية الأمريكية على تذخير الصواريخ النووية وتصويبها. يعني في التمرين نفسه قال طلعوا الصواريخ النووية اللي في نبراسكا، طلعوا الصواريخ النووية اللي في كاليفورنيا، خلوها جاهزة. فكانت إضافة ثانية أن جهزوا الصواريخ النووية. تميز إيبل آرشر 83 أن أخرجت هذه الصواريخ من حظائرها وهي تحمل رؤوس هيكلية تشبه الرؤوس النووية الحقيقية. يعني لو جاسوس سوفيتي وهم منتشرين بأمريكا شاف الصاروخ ومطلع رأسه يقول الرأس رأس نووي،
لا يبا هذا اللي ذباحه، هذا اللي عازمين على مهاجمتنا. فهذا اللي تميز فيه ايبل ارشر بناء على التقرير الامريكي، وهذا اللي خوف السوفيت. الاهم اللي شمله التقرير 1990 وهو للرئيس الامريكي هي ردة فعل السوفيت على التدريب، ردة فعل السوفيت على ايبل ارشر 83 كانت قوية، وكانت تشمل عدة اجراءات تدل على كأنهم في حالة حرب. اول اجراء الغاء الطلعات الجوية وابقاء الطائرات في منابضها، كل شيء في السماء رموا، كل شيء في السماء رموا. وهذه تصير في حالات الحذر القصوى. يعني عبد الحكيم عامر صار حرب 67 الضرب الطائرات المصرية، لأنهم اكتشفوا أنه قبل حرب 67 بيوم عبد الحكيم عامر راح يزور سيناء، فطيارته في الجو ممنوع تطلع أي طيارة ثانية، وممنوع ترمون أي شيء، طيارة المشير في الجو. هني القطوا الصهاينة المعلومة، فغزوا المصريين بطياراتهم في نفس اللحظة اللي ما في إقلاع فوري لأي طائرة. يعني حتى لو يقولوا إسرائيل جايكم، لا عندنا أوامر، المشير عامر في الجو وما نطلع أي طيارة. فالسوفيت نفس الشيء، ألغوا جميع الطلعات وأبقوا الطائرات في مرابطها كردة فعل على آرشر 83، جاهزين إذا شفتوا أي طيارة طيحوها. نقلوا أسلحة نووية لتكون جاهزة للنشر في مواقعها المحددة لها، وهني تختلف قليلا الذراع النووية السوفيتية عن الأمريكية والغربية، أن السوفيتية على قطارات متحركة حتى لا تدمر من مكان واحد، يعني يفترضون أنها في دشمة، لكن بعض الصواريخ خارقة حارقة طارقة على قولتهم، فتستطيع بنتريت أو اختراق الدشم المسلحة والوصول للصاروخ وتدميره في مكانه. فيحطونها على قاطرات تتحرك مكان لمكان، 500 قاطرة، ثنتين منهم اللي فيهم رؤوس نووية أو صواريخ نووية، لكن الباقي ما يعرف. وهي تمشي، القطار هو يمشي مثل الرافعة، يرتفع الصاروخ ويطلق مثل الكرين بالضبط. فنقلوا أسلحتهم النووية لتكون جاهزة وتمشي على قطارات انتظار لهذه اللحظة. أيضا ردة فعل السوفيتية في على إيبل آرشر انهم حددوا الاهداف اللي مفروض تقصف. اذا رمونا الضربه الاولى الامريكان، اقصفوا المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني. وكان هناك ايضا النقطه الرابعه اللي تدل على هلع السوفييت، تشديد غير مسبوق على اجراءات الدفاع المدني. يعني حتى المواطنين، صفارات الانذار، الملاجع، اسلحه التعامل مع اسلحه الدمار الشامل، الكمامات، جميع هذه ماخذينها جد ونفذوا ان توزيعها وسووها. فايبل ارشر كان مزعج السوفييت او مخرعهم او مخوفهم بناء على التقرير اللي انكتب للرئيس الامريكي. طبعا اتخذت كل التدابير، كل المظاهر الخاصه بالتحضير الكامل للتحسب لامكانيه اندلاع حرب. تبين هذه يعني السوفييت لم يصدقوا ان ايبل ارشر تمرينه بس، لكن مثل ما قلنا اعتبروه ضربه اولى او ستار ضربه اولى نوويه فعليه، وكانوا مستعدين للضربه الانتقاميه. اذا هنا نتساءل، شو المؤشرات اللي خلت السوفييت يظنون ان او يسيئون تفسير تدريب عسكري سنوي للناتو بشكل فادح كما حدث؟ خلاهم يغلطون هالغلطه ويهاجون الهجوة الردية في الناتو انه راح يهاجمنا. هني يردنا لموضوع قصف الطائرات المسيرات الأوكرانية على الكرملين. يعني قالوا لمقتل الرئيس بوتين، مو صحيح، الأوكرانيين رفضوا ذلك. اذا لماذا هذا الهجوم؟ هو للتضليل عن شيء اخر او هو لاظهار قدرتهم على الوصول الى موسكو؟ على كل حال خلونا نفهم لماذا السوفييت اساءوا فهم التمرين وهجوا انها الصدق او ان جاك الموت يا تارك الصلاه. الاسباب كثيره، ان زعيمهم كان في ذلك الوقت اندروبوف رئيس الكي جي بي، موسوس من الحرس القديم، مريض مصاب بجنون العظمه، كان حاضر حرب العالميه الثانيه ولها الحين تقرقع
او الدن فذنه شن هتلر هجومه في 41 وادى لتدمير الاتحاد السوفيتي بالكامل. هذا هو المنظور اللي كانت السياسه الامريكيه ترى من خلاله في عيون الجنرالات او عيون اندروبوف او السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي او القاده السوفيت، انها قوتهم رديه في امريكا وانها راح تسويها. طبعا بعدين عثر على وثيقه لاندروبوف وهو يكلم ضباط الكي جي بي اللي كان رئيسهم في وقت معين، يقول اولويتكم الاولى هي ان لا تخفقوا في رصد مقدمات ومؤشرات ضربه نوويه. هذين ضاربين، اي مؤشر تشوفونه كانهم محركين صاروخ، مستدعين جواسيسهم، مسوين اي شيء يدل على ان في ضربه نوويه بلغوني، هذه اولويتكم، وارفعوني تقرير عن هذا الامر، عن 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 اي مؤشر انه ممكن نضرب نوويا، ارفعوا لي كل اسبوعين تقرير. طبعا الجواسيس السوفيت في بلشه، ليش؟ لان ارباب عملهم ارادوا سماع ان هناك امكانيه وقوع ضربه اولى من الغرب. وهنا نتساءل شنو مصلحه رجل دوله في السوفيت انه يقول جاكم الذيب، جايين الامريكان. هذا تصدير الأزمة الخارج، كان في فترة الحرب الباردة يخافون من الشعب السوفيتي نفسه، فالحل الوحيد لخلق اصطفافات خلفهم هو أن ترى الأمريكان ناوين علينا، ومو ناوين يذبحوني ويذبحون أندروبوف ويذبحون الفلان ولا فلان ولا الحزب الشيوعي، لا، هذا نووي بيذبح الشعب السوفيتي كله، بيذبح الروس والأوكرانيين ويذبحكم كلكم. هم يبون من يبلغهم او يؤجج ان في ضربه امريكيه قادمه. طبعا وهذا اللي بلغ فيه جواسيس الكي جي بي الاستخبارات السوفيتيه، لان هؤلاء الاشخاص الجواسيس كانوا قريبين من الغرب وعاشوا فيه ويدرون بان ما يوجد خطط لشن ضربه نوويه، لكنهم بلغوا معازيبهم او رؤسائهم في الكي جي بي، بلغوهم بما قيل لهم ان يرفعوا تقارير بشانه، يعني قالوا لهم قولوا في ضربه، بلغوهم ان في احتمال في ضربه. على كل حال هذه التقارير اللي رفعها السوفييت الجواسيس الكي جي بي، بالاضافه الى الامور اللي اشرنا لها، خرج السوفييت باستخلاصات رهيبه. و الاستخلاصات الرهيبة كانت تتكوم أن ناويين يضربوننا بالنووي، وفجأة طلع تمرين إيبل آرشر فزاد الطين بلة. لا، هذا مو التمرين، هذا التمرين اللي يستخدمونه غطاء وناويين علينا. طبعا لم تتصرف الاستخبارات السوفيتية بعقلانية، لكن القادة الغربيين لم يدركوا بدورهم المخاطر المرتبطة على إجراء تدريب عسكري يحاكي شن دولهم ضربة نووية. يعني أنت لا تصير في موقع المشبوه فغريمك يتصرف بناء على أنه هبوا تردية فيك، هذه مهمة جدا. طبعا هذه الأسباب اللي دفعت السوفيت الهجوة الردية في الغرب هي افتقارهم لمعرفة طبيعة الطرف الآخر، أنه في سبق تسلح نووي، أنه التدريب الكبير اللي قلناه اللي استخدمت فيه الأسلحة التقليدية على حدود السوفييت. اثنين، أو أيضا يضاف إلى ذلك الهياكل اللي ركبت على الصواريخ وصورها الجواسيس السوفييت وقالوا لا هذيل ناويين وهذه الصواريخ جاهزة. على كل حال من أصيب بالرعب ومن أصيب بالهلع ليس السوفيت فحسب، لكن الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ورئيسة الوزراء بريطانيا مارغريت تاتشر، يوم اكتشفوا أن السوفيت اعتقدوا أن من شأنهم إصدار قرار يجيز توجيه ضربة أولى للمعسكر الشرقي. يعني إذا هم هقوتهم فينا كذا، معناها هم سيتصرفون بناء عليه. هذا أرعب ريغان وأرعب تاتشر، أن هذين هقوتهم فينا، أن ممكن نستخدم النووي، إذا نشير ردهم لا يستخدمونه. تدريب إيبل آرشر وثيق الصلة بما يجري في عالمنا اليوم، في ظل مخاوف من أن المعاهدات الدولية الخاضعة الخاصة بالسلاح النووي تتفكك، أحد يروح وحد ما يروح للاجتماعات، تعكف الولايات المتحدة وروسيا والصين يجددون ترساناتهم النووية،
الرئيس الأمريكي هدد أن يسحب من اتفاقية سولت 2 سولت 3 سولت 1، فالوضع مخيف. أيضا طالما كلا الجانبين يرى الجانب الآخر شرير ومؤذي وخطر وقد يقوم بشيء رهيب إذا ما اندلعت أزمة جراء سوء فهم على الشكل اللي رأيناها في أرشر إيبل أرشر 83 أو ما يساويها. فهكذا تم تجنب اندلاع حرب نووية في ذلك الوقت، لكن أدرجت الحادثة إيبل أرشر في العديد من الدراسات العسكرية والسياسية كمثال على خطورة التوتر الدولي وضرورة التعاون والتفاهم لجانب الحضور. أنا في تقديري أن الضربة مهاجمة الكرملين إجراء غبي، هناك خطوط حمراء الزعماء ما يمسون، هناك خطوط حمراء في بعض الأماكن لا تضرب معروف، لكن أن تنطلق تنفلت الحرب من عقالها بمثل ما جرى هذا ليس لصالح أوكرانيا ولا ليس لصالح الغرب. أنا أعتقد أن الرئيس الأوكراني سيواجه الكثير من النقد على القيام بذلك، وهذا ما دفعه للتنصل منها ونفي أن يكون هو المسؤول عنها، لأنها السوفييت مرعوبين، الروس مرعوبين من أرثهم السوفيتي القديم، يخافون نفس الأسلوب، فكأن ما جرى هو مؤشر أنهم قد يكونون تحت هجوم نووي. هذا ما لدي، وأنا مستعد لسماع ما لديكم من استفسارات وقراءة ملاحظاتكم، وأعتذر عن الإطالة، ولكم مني سلام.